ما معنى كلمة أهلكت يا قسم؟ أنفقه أنفقت. أحسنت، أرضه برافو يا قسم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا. يلا، ما معنى كلمة البلد؟ أنا لميس. أنا مس. لميس. مكة المكرمة. أحسنتي، برافو يا لميس. البلد مكة المكرمة. هذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت ما مالا لبدا. أيحسب